طيب خلينا برضو نروح لواحد من عظماء النادي الاهلي، واحد ايضا من كباتن النادي الاهلي، الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكره طبعا في نادي الاتحاد السكندري. الكابتن وليد عدى طبعا عليها اشياء من هذا القبيل بشكل كبير جدا خلال فترات كثيره لعبها في النادي الاهلي. كابتن وليد ازاي حضرتك؟ كابتن اسلام تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك. ربنا يخليك يا كابتن وليد. يعني كابتن وليد، اولا عايز اعرف رايك في اداء النادي الاهلي من وجهه نظرك امبارح. امبارح كان يعني اداء متوازن، بس كان يقدر الاهلي طبعا يكسب. انا شايف ان الملعب فرق جدا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيلعبش على نجيل صناعي باستمراريه، فبالتالي واضح امبارح جدا جدا في بعض الفرص الخطيره جدا. يعني اجاييه كان 3 على 2 لو بصل الباص صح الانفراد من نص الملعب، انفراد، برافو عليك. اللي بعديها كريم ندفت برضه جوه ال 18 وهو بيلم، اللي بعديها ناصر ماهر لو حط الكوره برضه. يعني خلي بالك يا كابتن وليد، معلش اللي حضرتك بتقوله ده الناس ما حسبتوش فرص، خلي بالك. يعني احنا لما بنيجي نتكلم دي فرصه بتاعت اجاييه دي بالفعل لو عدت وراحت لرمضان، رمضان انفراد من نص الملعب، بتاعت كريم لو لف بيها صح وما طولتش منه كان دخلت جون. ففي حاجات الناس ما حسبتش ان دي فرص. ده في حاجات يا كابتن اسلام في الملعب، لان احنا لعيبه كوره ممكن الكوره تبقى في نص الملعب بس الدفاع طالع عليك دفاع متقدم، لو انت حطيتها بالراحه بيبقى انفراد، الموضوع انتهى. مظبوط. لكن الملعب بياخد الكوره ويجري. الملعب طبعا نجيل صناعي كمان واضح من النوعيه يعني السيئه، فالكره بتلعب الباص بتجري بشكل غير عادي. لكن دايما بنعول في الوقت ده على خبرات النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي امبارح يعني انا شايف انه فرط في فوز، لكن في الاخر النادي الاهلي اموره كويسه وسهل جدا ان شاء الله باذن الله يقدر يكسب هنا ويوصل مستريح قوي. ودايما النادي الاهلي يعني ما بيفرقش معاه، او الفرق اللي هي بتدور على البطوله ما يفرقش معاه يطلع اول او تاني، هو اللي بيبقى عايز ياخد البطوله بيعدي على الفرق كلها. لا خد بالك يا كابتن وليد كمان، هو النادي الاهلي اذا كسب مباراته القادمه امام شبيبه الثوره الجزائري يبقى لازم هيطلع اول ان شاء الله، يعني ما لهاش حل، يعني الا لو اتعادل هيستنى التعادل للمباراه الاخرى. لو اتغلب طبعا هو بره الموضوع تماما، فبالتالي هو لو كسب هيبقى اول المجموعه. طيب يعني انا بغض النظر حتى عن اول او تاني، ففي الاخر النادي الاهلي تحديدا لما بيخش بطوله بيبقى التارجت بتاعه او الهدف بتاعه انه يكسبها. فطلع اول طلع تاني، في الاخر هو البطل بيعدي على كل الفرق وبيبقى مطلوب منه انه يكسب كل الفرق عشان ياخد البطوله. فالاهلي ان شاء الله باذن الله هنا على ملعبنا وفي وسط جماهيرنا باذن الله ان شاء الله الاهلي قادر انه يحسمها ان شاء الله. عدت عليك مرحله زي دي في النادي الاهلي يا كابتن؟ انا شايف ان المرحله دي سهله يا اسلام. ايوه ما انا عايز اسمع من حضرتك. احنا عدى علينا مراحل اصعب من دي بكتير. بكتير، يعني اللي هو يبقى انت يعني بتلعب بره ملعبك وفي اجواء صعبه جدا وفي اجواء تكاد تكون مستحيله، ومطلوب منك انك تكسب فقط مش تتعادل. ايوه. والاهلي بيروح وبيكسب، وحصلت لنا كتير قوي قوي. الترجي كنا متعادلين هنا 0-0 ورحنا الترجي في تونس عملنا تعادل 1-1 بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ ووصلنا وخدنا البطوله. حاجات كتير جدا عدت علينا، صن داونز هناك نهائي افريقيا مع مستر مانو الجوزيه. لا في حاجات عدت كتير جدا على النادي الاهلي على مدار تاريخه. اصعب من كده بكتير. اصعب من كده بكتير. الصفاقسي عندكم انتوا. مباراه الصفاقسي انا لسه كنت بتكلم عليها. مظبوط. الملعب مقفول وفرقه شرسه وفرقه كبيره على ملعبها، وانت ما ينفعش تعمل اي حاجه غير انك تكسب، يعني التعادل حتى ما ينفعكش. مظبوط. وبتروح وبتكسب، فالاهلي متعود على كده. ده بالعكس، ده انا شايف ان هي المهمه مش عايزين نوتر اللعيبه، مش عايزين نشد اللعيبه. ايوه. المباراه لغايه لما الحكم يصفر بلس 90، يعني 90 والوقت اللي بدل الضايع، والمباراه ممتده ولازم تتقسم بهدوء، والجماهير زي ما هي معودانا تفضل تشجع الفريق لغايه اخر لحظه، وان شاء الله الاهلي ان شاء الله قادر يعني.
اشكرك جدا يا كابتن وليد على هذه المداخله. كابتن وليد صلاح احد كباتن النادي الاهلي، وانا اقصد الحقيقه ان انا اوري لحضراتكم ان في اجيال كتيره جدا النهارده برضو هيكون معايا ثلاثه من النجوم الكبار الحقيقه، واجيال مختلفه.